وما شهدناه اليوم من غضبة لشباب جامعة الطفيلة التقنية هو جزء من ما يجري في عروقهم وفي دمائهم نحو الحفاظ على المسجد الأقصى ونحو الوقوف لتعزيز دور المرابطين والمرابطات الذين يضحون بدمائهم كل يوم، الذين يقدمون أرواحهم. كان اللقاء اليوم لقاء جميلا زينه الهتافات والأشعار والكلمات التي كانت يعني ملقاة من قبل الطلاب أو عطوفة الأستاذ الرئيس، وأيضا في يعني هذا أقل الواجبات ما نقدم للأقصى لهذا الجرح العميق الموجود في الأمة. نسأل الله عز وجل أن يعني ييسر له رجالا طيبين صادقين نصرة له. وفي هذا اليوم أيضا يعني نزف بشرى في كل الأجواء العربية بأنه الشعوب فيها خير والناس الآن يتقدمون نحو الأقصى بضمائرهم وقلوبهم إن شاء الله. لطلبة جامعة الطفيلة التقنية اليوم وقفة احتجاجية بالتنسيق مع رئيس جامعة الطفيلة التقنية وعميد شؤون الطلبة فيها، يعبرون فيها عن احتجاجهم عن الموقف العربي العام الحاصل فيها، ويؤدون وقفة تضامنية إلى المرابطين في المسجد الأقصى المبارك هناك.